السلام عليكم ورحمة الله سينيور 2. هنبدأ نحل مع بعض General Exam 3 ونراجع في نفس الوقت على حاجات مهمة بالطريقة اللي تعودنا عليها. أول سؤال بيسألك مين ال blood vessels اللي contains highest concentration أعلى تركيز من الأمينو أسيدز after eating بعد ما تأكل وجبة غنية من البروتين؟ طيب انت بتقول امينو اسيدز، معنى كده بقى ان الاكل ده اتهضم خلاص، والامينو اسيدز دي اللي هي البروتين اتهضمت وتحولت لامينو اسيدز وانتهى الهضم خلاص. هيحصل بقى عملية الابسوربشن، الامتصاص. يعني المفروض ان الامينو اسيدز والاكل ده يخرج من السمول انتستين، تمام، ويروح للجسم. عملية الأمينو أسيدز دي إنها تخرج، أو المونوساكرايدز أو النيوترينس عموما تخرج من السمول انتستين وتروح للجسم. العملية دي أو البروسيس دي اسمها إيه؟ absorption، امتصاص. حلو قوي. طيب النيوترينس عموما الأمينو أسيد والمونوساكرايد والحاجات الووتر والفيتامينز والجليسرول والفاتي أسيدز مش كلها بتاخد طريق واحد. يعني الامينو اسيدز والمونوساكرايد هتخرج من السمول انتستين عشان تروح للجسم من خلال الفينز، يعني من خلال الاورده، يعني بتاخد البلود راوت. حلو كده. اما الجليسرول والفاتي اسيدز بتاخد الليمفاتيك راوت، بتاخد طريق الليمف علشان تروح للجسم. طيب او تحديدا عشان يروحوا للهارت والهارت يوزعهم للجسم. طيب خلينا في السؤال بتاعنا، هو بيسالني عن الامينو اسيد. تمام، انت بتسالني عن الامينو اسيدز دلوقتي. يبقى الامينو اسيد هتخرج من السمول انتستين وتعدي من الجدران بتاعت السمول انتستين اللي اسمها فالي، وتاخد الفين وتروح للفين. تمام، الفين البلاد كابلاريز دي، بعدين ايه؟ تروح للفين. الفين مش الارتري. ليه مش الارتري؟ الارتري يودي للسمول انتستين اكسجين نيوترينز، لكن الفين بقى بياخد من السمول انتستين. فحاجات طالعه من من اي اورجن او من السمول انتستين بتروح للفين. طيب الفين اللي بياخد من السمول انتستين اسمه ايه؟ اسمه الهيباتيك بورتال فين. تمام كده اهو، الهيباتيك بورتال فين، هذا دي اسمها هيباتيك بورتال سيركيوليشن او الهيباتيك بورتال فين، واخد من السمول انتستين. تمام. طيب ايه الحاجات بقى اللي بتاخد البلاد راوت او اللي بتتنقل من السمول انتستين عن طريق الفين او البلاد؟ قلنا المونوساكرايدز والامينو اسيدز. بما انك واكل وجبه غنيه بالبروتين، معنى كده ان الهيباتيك بورتال فين هيكون فيه هايست كونسنتريشن، اعلى تركيز من المونوساكرايدز والامينو اسيد. طب الهيباتيك بورتال فين ده بيودي فين؟ بيودي على الليفر. في الليفر بقى هيكون يحصل ايه؟ تريتمنت، معالجه. يعني الزياده من الجلوكوز يتحول لجلايكوجين، الاكسس او الزياده من الامينو اسيد برضو الليفر هيتعامل معاه ويستفيد منه. الامينو اسيد والمونوساكرايدز بقى هتخرج من الليفر عن طريق هيباتيك فين، برضو هيكون في نسبه من الامينو اسيد والمونوساكرايد. ركز معايا، بس النسبه الاكبر في الهيباتيك بورتال فين ولا الهيباتيك فين؟ لا، النسبه الاكبر في الهيباتيك بورتال فين اللي ودى للليفر، والليفر اخد الزياده اتعامل معاه وودى احتياج الجسم بس اللي الجسم محتاجه، بس النسبه اللي الجسم محتاجها هتعدي من الهيباتيك فين. فالنسبه الاكبر من الامينو اسيد هتكون فين؟ في الهيباتيك بورتال فين ولا الهيباتيك فين؟ هتكون في الهيباتيك بورتال فين. نكمل الهيباتيك بورتال سيركيوليشن. بعدين بقى من الهيباتيك بورتال فين تروح النيوترينز دي اللي بس نسبه للجسم محتاجها من الامينو اسيد والمونوساكرايد للانفيريور فينا كافا، بعدين تروح للهارت. تمام. طبعا الاختيارات الثانيه انفيريور فينا كافا لا، بيكون طبعا فيها نسبه اقل. تمام، فالنسبه الاكبر هتكون في الهيباتيك بورتال فين زي ما قلنا. الشكل اللي قدامنا بيمثل ترانسفير سكشن، دي اشكال لترانسفير سكشن لستيم اوف دايجوت بلانت. دايجوت بلانت زي الفول كده، نبات ذو فلقتين. دايجوت ذو فلقتين زي الفول كده. تمام، وحطيناها في كالارد ووتر. تمام، وعملنا تي اس.
طب تعالى نشوف كده شكل الترانسفير سيكشن ده. كده ترانسفير سيكشن في دايكوت بلانت وهو مركز على فكرة البندلز، الأحزمة. والبندل دي مهمة قوي انك تعرف انها بتتكون من الأساس. عندي ده اسمه فلوين، بعدين كامبيوم، بعدين الزايلم، الأوعية اللي بتنقل المية، تمام، وبتكون للداخل. يعني هي دي بندل، تمام، اللي من الداخل ده، تمام، اللي جوه ده بيكون الزايلم واللي بره بيكون الفلوين، خلاص. والزايلم بيتكون من فيزلز، اوعيه المفروض انها بتنقل ميه. كون ان انا احطها في كالورد ووتر، ميه ملونه، يبقى معنى كده الزايلم هيتلون بلون الميه. طب هو فين الزايلم؟ الزايلم بيكون انوورد، للداخل، تمام. يعني ده دي كده البندلز مقسومه اتنين. عايز اقول لك ده كده هنا الفلويم، هنا الزايلم اللي بينقل الميه، في النص بيكون الكامبيوم. يبقى ده اللي بيمثل ترانسفيرد سكشن لستم بتاعت دايكوت بلانت حطيناها في كالورد ووتر. What happens when the number of red blood corpuscles عدد كرات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء in adult person reaches to 3 million cells per millimeter cubic؟ احنا عارفين ان normal value، القيمة الطبيعية في الادلت ميل، بتكون من 4 ل 5 مليمتر، من 4 ل 5 مليون سيلز بير مليمتر كيوبيك. يعني في كل المساحة دي، في كل مليمتر كيوبيك حجم من البلد، لازم يكون في عدد من الخلايا او كرات الدم الحمراء. العدد ده قد ايه؟ من 4 ل 5 مليون. طيب في الادلت فيميل من 4 ل 4.5 مليون سيلز. معنى كده ان 3 مليون سيلز ده عدد قليل جدا، يبقى كده الشخص ده عنده نقص كبير في red blood corpuscles، وبالتالي نقص في الايرن اند هيموجلوبين. ليه؟ لان زي ما درسنا red blood cells فوقيها هيموجلوبين، او بيتكون فوقيها بروتين اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده conjugated protein، بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايرن بلس امينو اسيد. بالتالي نسبة الهيموجلوبين في الدم هتقل، ونسبة الايرن كمان في الدم هتقل. Which of the following is not related؟ هنقول اختيار هنا ملوش علاقة ب increase in rates of elements diffusion، elements diffusion against the concentration gradient، يعني انتقال العناصر ضد التدرج في التركيز. طب يعني انا بدل ما اقول الجملة دي كلها استبدلها بايه؟ او هنا عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي active transport. ما في active transport العناصر بتتنقل against، ضد concentration gradient، ضد التدرج في التركيز. يعني العناصر او elements بتتنقل من التركيز الاقل للتركيز الاعلى. تعالوا نفهم الأول حاجة مهمة بالنسبة للأكتف ترانسبورت، نفهمه صح بتركاته علشان نعرف نجاوب. تعالوا بقى نتكلم على الطريقة التانية وهي الأكتف ترانسبورت اللي مش منطقية. يعني مثلا ركز كده في الصورة دي، تخيل كده إن هنا البلانت سيل، البلانت، وهنا السويل، خلاص هقولك هنا السويل وهنا البلانت. بتتحرك الايونز من التركيز الاقل اللو كونسنتريشن للتركيز الاعلى. شايف مثلا ده الصوديوم بيتحرك منين؟ من التركيز، شايف تركيزه عامل ازاي في السويل؟ قليل. ليه التركيز الاعلى موجود ازاي في البلانت؟ كتير قوي. طيب يعني من اللو كونسنتريشن ده الهاي كونسنتريشن، وده منطقي. يعني الديفيوجن كان منطقي، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، شلل كده من الكبير للصغير، صح كده. لكن ينفع العكس؟ ازاي الايونز تتحرك من التركيز القليل للتركيز الاعلى؟ ازاي تتحرك عكس الاتجاه؟ ده بقى اسمه اكتف ترانسبورت. طب ليه يعني؟ من المنطق الكتير من يعني تتحرك الايونز من الكتير للاقل، يعني اللي معاه يدي اللي مش معاه. ازاي العكس؟ هو احتياج النبات كده. هو برغم ان عنده تركيز عالي من الصوديوم الا انه احتاج تاني، فاضطر ان هو ابزورب صوديوم تاني من السويل. طب هو عنده كتير اهو،
لا هو برضو محتاج، هو لان ده على قد احتياج، هو عنده كتير صوديوم جوه بس هو محتاج صوديوم تاني برضو، فابزورب تاني صوديوم من السويل. حلو كده. فالاكتيف ترانسبورت بقى هي ان الاينز بتتحرك عكس التركيز من القليل للاعلى، من الصغير للكتير. يعني بدل اللي معاه مليون جنيه المفروض يدي للي معاه 100 جنيه، لا العكس، اللي معاه 100 بيدي للي معاه مليون، علشان اللي معاه مليون هي دي احتياج محتاج ال100 كمان. اتفقنا كده؟ طيب بما ان بقى الاكتيف ترانسبورت بيحتاج ايه، انا بقول لك اكتيف ترانسبورت، فاحنا محتاجين ايه علشان نزق الايونز دي من التركيز القليل للتركيز الاعلى؟ محتاجين ايه عشان نزقها، نعمل مجهود، نعمل effort؟ محتاجين اي تي بي عشان تزق الايونز عكس او اجينست كونسنتريشن جراديانت. حلو قوي. بما انك بقى محتاج اي تي بي، محتاج ايه كمان؟ محتاجين الميتوكوندريا. ما هي دي المصنع او البيت اللي جواها بيتكون الاي تي بي، بتبقى عامله كده، فاكر؟ هي دي الميتوكوندريا، جواها بقى بيدخل الجلوكوز او الفود مولكيولز عموما، امينو اسيد او فاتي اسيد لو الجلوكوز مش موجود، ويتكسر وتطلع الاي تي بي. لازم الميتوكوندريا، الميتوكوندريا يعني هي ده، هو ده البيت او الهاوس اللي بيطلع الاي تي بي. طيب ومحتاجين ايه كمان؟ محتاجين الجلوكوز، تمام كده. ومحتاجين كمان الاكسجين. هتعرف ليه الاكسجين قدام لما ناخد السيلولار ريسبريشن، عشان الجلوكوز ده عشان تكسر وتطلع منه الطاقه اللي هنخزنها في الاي تي بي لازم الاكسجين يبقى موجود، اوكسيديشن بقى. ومحتاجين كمان الفوسفرس عشان يكون مين، لازم البلانت يقدر يمتص الفوسفرس من السويل علشان يتكون الاي تي بي. سؤال، وات هابنز، ايه اللي هيحصل؟ deficiency of phosphorus في السويل، مفيش فوسفرس في السويل، البلانت يعمل ايه؟ مش هيكون الاي تي بي ومش هيقدر ان هو ابزورب المينرال سولت بالاكتيف ترانسبورت. يبقى زي ما شفنا، علشان يحصل امتصاص او ابسوربشن للالمنتس اجينست كونسنتريشن جراديانت، فده معناه زياده في الاكتيف ترانسبورت. الستيتمنت دي معانا absorption of more phosphorus علشان البلانت يكون اي تي بي اللي هتساعد في الابسوربشن، امتصاص العناصر او تشد العناصر against concentration gradient. absorption of macronutrients لا دي ملهاش علاقه خالص. increase the respiration rate، زياده في معدل الريسبريشن عشان البلانت يدخل اكبر كميه من الاكسجين. ولما يزيد زي ما قلنا علشان البلانت يكون اي تي بي فهو محتاج اكسجين ومحتاج جلوكوز. اللي هيحصل لهم اكسيديشن للجلوكوز في وجود الاكسجين في الميتوكوندريا علشان يكون الانرجي اللي ستورد في الاي تي بي. فكل الستيتمنتس دي معانا، فالتشويز اللي ملوش علاقه بالاكتيف ترانسبورت هنا او ابسوربشن اوف اليمنتس اجينست كونسنتريشن جراديانت هي سي. Which of the following is synchronized، يتزامن مع relaxation of the walls of right atrium. طيب السؤال ده ليه فكرة، فيه فكرة واحدة لو فهمناها هنعرف نجاوب على أسئلة كتير شبه السؤال ده. طيب ايه هي دي؟ لازم تكون فاهم ان الفالف بيكون فيه الهارت بيكون عنده 4 valves، 4 صمامات. حلو كده. الصمامات دي مش ما ينفعش تقفل كلها في وقت واحد وما ينفعش تفتح كلها في وقت واحد. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما البايكاسبت والترايكاسبت فالفز كلوزد، البايكاسبت اللي اسمه ميترال والترايكاسبت يكونوا مقفولين في نفس الوقت، الفالفز الثانيه الاورتك والبلمونري يكونوا مفتوحين والعكس، تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بيحصل لما يحصل اتريال ريلاكسيشن. يعني ايه اتريال ريلاكسيشن؟ اتريال دي يعني الليفت اتريوم والرايت اتريوم، نقول عليهم اتريا. ريلاكسيشن يعني يحصل لهم ارتخاء او امتلاء. يتملوا ليه بقى؟ يتملوا لما هنا الليفت اتريوم هيدخل له اكسجينيتد بلاد من التو لونجز، فلازم يحصل له ريلاكسيشن او ارتخاء او امتلاء. في نفس الوقت يدخل دي اكسجينيتد بلاد من السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا للرايت اتريوم، يبقى داخل لهم حجرتين اللي فوق داخل لهم بلاد، فلازم يحصل لهم ريلاكسيشن ارتخاء علشان يتملوا. طيب ينفع اثناء الارتخاء او الامتلاء دي الفالفز دي تكون مفتوحه ولا مقفوله؟ لا لازم تكون مقفوله. يبقى الفالفز دي تكون مقفوله امتى؟
لما يحصل ريلاكسيشن او امتلاء او ارتخاء للحجرتين اللي فوق عشان يتملوا بالبلاد. في نفس الوقت لازم مين اللي يكون مقفول، مين يكون مفتوح؟ الاورتيك والبولموناري فالف. يبقى تاني الفالفز البايكاسبت او الميترال والترايكاسبت مقفولين علشان التو اتريا الحجرتين اللي فوق يحصل لهم ريلاكسيشن او بيتملوا بالبلاد. ما دام مقفولين يبقى مين اللي لازم يكون مفتوح؟ الاورتيك والبولموناري والعكس. تمام، تعالوا بقى نجاوب على السؤال، بس الفكره دي لسه ليها باقي. طيب بيقول لك which of the following synchronize يتزامن مع relaxation the wall of right atrium. right atrium لما يحصل له relaxation امتلاء، خلاص يبقى لازم في نفس الوقت يحصل relaxation او امتلاء لمين؟ للليفت اتريوم برضو. تمام، يبقى الاثنين بيحصل لهم امتلاء في نفس الوقت. لازم يكون بقى ايه؟ ما دام بيحصل لهم امتلاء يبقى قلنا الترايكاسبت مقفول والبايكاسبت او الميترال يكونوا مقفولين الاثنين دول عشان عشان ينفع يتملى الحجرتين اللي فوق، مش كده ولا ايه؟ طيب في نفس الوقت العكس لازم يحصل فين؟ لازم يحصل هنا فالبولموناري فالف والاورتيك فالف. يبقى البولموناري بقى ده لازم يكون مفتوح خلاص، والاورتيك كمان لازم يكون مفتوح. تمام، يبقى عرفنا. يبقى لما يكون البايكاسبت والترايكاسبت مقفولين، البولموناري والاورتيك اللي اسمهم سيميلونر يكونوا مفتوحين. طب تمام، امتى ده؟ اثناء الامتلاء ريلاكسيشن التو اتريا. طيب بيقول لك هنا بيحصل لما يحصل ريلاكسيشن للوول اوف رايت اتريوم بيحصل اوبننج للميترال. تعال نبص كده، ده الميترال بيحصل له اوبننج، لا بيكون مقفول. طيب كلوجر اوف بولموناري فالف، تعال نبص كده، البولموناري فالف بيكون مفتوح. تمام، اوبننج ترايكاسبت، لا احنا قلنا بايكاسبت وترايكاسبت بيكونوا مقفولين، يبقى opening of aortic valve. الaortic valve والpulmonary valve بيكونوا مفتوحين. طيب تعالوا برضو نكمل الفكرة. حصل خلاص امتلاء للتو اتريا الحجرتين اللي فوق، يبقى لازم بعد كده ايه؟ لازم يحصل ضخ يعني بومبنج للبلد من فوق الحجرتين اللي فوق لتحت من التو اتريا للتو فنتريكلز. فلازم الزمامين اللي هما يحصل اتريا كونتراكشن، يعني اتريا كونتراكشن انقباض علشان الدم بقى ينزل من فوق لتحت خلاص. فلازم مين الزمامات اللي لازم تفتح دلوقتي؟ لازم يفتح دلوقتي مين؟ البايكاسبت والترايكاسبت اوبند يكونوا مفتوحين. من نفسك تفهم ان في نفس الوقت لازم الاثنين دولت اللي هما الاورتا والبولموناري فالف يكونوا كلوزد مقفولين خلاص. يبقى دول ايه؟ فتحوا خلاص دلوقتي بيحصل ايه؟ اتريا كونتراكشن. فلازم الصمامين دولت البايكاسبت والترايكاسبت يفتحوا، مش كده ولا ايه؟ في نفس الوقت مين اللي يقفل؟ اللي لازم يقفل البولموناري والاورتيك فالف. تمام، فهنا التو اتريا يعملوا كونتراكشن فينزل البلد من فوق لتحت. طيب الريلاكسيشن فين دلوقتي؟ يكون في التو فنتريكلز. التو فنتريكلز يعملوا ريلاكسيشن ليه؟ لان بيحصل لهم امتلاء دلوقتي الاثنين في نفس الوقت، بينزل لهم دم من فوق خلاص فبيحصل لهم امتلاء. الصمامات اللي فاتحه دلوقتي مين؟ اللي فاتح دلوقتي عندي البايكاسبت والترايكاسبت، واللي مقفول عندي دلوقتي ايه؟ البولموناري فالف والاورتيك فالف علشان يحصل امتلاء للتو فنتريكلز الحجرتين اللي تحت. يبقى انت فاهم دلوقتي مين بيحصل له ريلاكسيشن وكونتراكشن، وامتى الفالفز بتقفل وامتى بتفتح. جميل جدا. الليفت فنتريكل والليفت ورايت فنتريكل خلاص اتملوا بالبلوت. تمام، ايه اللي لازم يحصل؟ يعملوا بقى يبتدوا يعملوا كونتراكشن انقباض علشان بوشينج البلوت. الليفت فنتريكل بوش في الاورتا ورايت فنتريكل بوش في البولموناري ارتري. مين بقى اللي لازم يفتح دلوقتي؟ برافو، يبقى الاورتيك والبولموناري لازم يكونوا اوبند يتفتحوا في نفس الوقت، يتفتحوا كده
تمام. في نفس الوقت مين اللي لازم يقفل؟ اللي لازم يكون مقفول دلوقتي مين؟ صح، البايكاسبيد والترايكاسبيد يكونوا closed. تمام جدا. في نفس الوقت ايه اللي بيكون بيحصل للتو اتريا اللي فوق؟ التو اتريا اللي فوق بيكونوا بيعملوا ايه دلوقتي؟ في نفس الوقت بيكونوا بيعملوا ريلاكسيشن بقى، يعني امتلاء للبلط. يعني في نفس الوقت التو فنتريكل يكونوا بيعملوا كونتراكشن، الاتريا اللي فوق بيعملوا ريلاكسيشن. الاورتيك والبلموناري اوبند مفتوحين، يكون البايكاسبيت والترايكاسبيت مقفولين. دي الفكره، يا رب نكون فهمناها. اللي قدامنا ده ترانسفير سكشن في الروت، زي ما احنا شايفين طبعا، شايفين الروت هيرز مشاور عليها اللي هي نمبر 2، which of the following parts absorb، المسؤولة عن امتصاص الووتر والسولت ايونز مينلي. طبعا الاساس عندي هيكون الروت هير. which of the following helps in absorbing، حاجة بتساعد في امتصاص الاكسجين rapidly from the blood that's present in the two lungs. يعني دلوقتي الأكسجين موجود في الألفيولاي، حاجة بتسرع انتقال الأكسجين للجسم من البلد، والبلد يودي للجسم. طبعا ايه اللي بيسرع ده؟ ان طبعا الوول of alveolus يكون thin، الوول يكون رقيق جدا ورفيع، and surrounding with large number of blood capillaries، وبيحيط بيه عدد كبير من البلاد كابلاريز، وبيكون في عدد كبير من الالفيولاي. يعني في كل لونج في 1 مليون الفيولاي من الاكياس الهوائيه. ده ليه؟ ده بيسرع، بيخلي عمليه ابسوربشن، او ان عدد كبير او كميه كبيره من الاكسجين مولكيولز تعدي للجسم، فده بيسرع عمليه الابسوربشن اوف اكسجين فروم تو لونجز تو بلادز للجسم. لكن طبعا ان الالفيولاس تكون الالفيولاس وول يكون thick، ده مش بيسرع. concentration of oxygen في البلد في الجسم يكون تركيزه اعلى من تركيزه في الالفيولاي، لا بالعكس ده مش بيسرع. يعني تركيز الاكسجين في البلد يكون اعلى من تركيز الاكسجين في الالفيولاي، ده يسرع عملية التنفس او absorption of oxygen، لا ده ما يسرع. برضو نفس فكرة السؤال اللي فات، لو فهمناها هنعرف نحل السؤال ده أو أي سؤال تاني. Which of the following statements doesn't agree، لا تتفق مع ال cardiac circulation، أو ممكن يقولك مش ال cardiac circulation، ممكن هي ال heart circulation. يعني لما two ventricles contract، يعني هم خلاص اتملوا بالبلد تمام، وهيعملوا contract بقى علشان pushing the blood، left atrium push في الأورطة و right ventricle push في البولموناري artery، فلازم دول يكونوا مفتوحين تمام، ودول يكونوا مقفولين، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى بيقول لك ال valves between atria و ventricle closed، اللي هما دولت اللي هما اسمهم ايه؟ البايكاسبت والترايكاسبت، فدي تتفق تمام؟ مش هناخدها لان بيقول doesn't agree. لما ال two ventricle relax، two ventricles اللي تحت دولت هنا وهنا relax، يعني بيحصل لهم امتلاء للبلد، فلازم مين اللي يفتح لنا هنا؟ البايكاسبت والترايكاسبت. ومين اللي يكون مقفول؟ اللي يكون مقفول البولموناري والاورتك. خلاص. طيب بيقول لك بقى السيميلونر فالفز يكونوا كلوز، السيميلونر اللي هم البولموناري فالف والاورتيك فالف، دي صح معانا تتفق، فمش هناخدها. طيب سي بقى بيقول لك لما التو اتريا كونتراكت، اتريا دي اللي هي الايه؟ الحجرتين اللي فوق، مش كده؟ طب اتملوا بالبلد خلاص وعايزين يعملوا كونتراكشن. كونتراكشن يعني ايه بقى؟ بوشنج البلد من فوق لتحت ومن فوق لتحت تمام. طيب فلازم مين اللي يفتح لنا ساعتها؟ التو فالفز دولت يكونوا مفتوحين. خلاص. البايكاسبت والترايكاسبت يكونوا ايه؟ اوبند، مفتوحين. على العكس مين اللي لازم يكون يقفل بقى ساعتها؟ اللي يكون قافل عندي السيميلونر فالفز، خلاص، اللي هما البولموناري والاورتك. فبيقول لك لما الاتريا كونتراكت السيميلونر فالفز مالها؟ تكون اوبند؟ لا تكون كلوزد، فهي دي اللي لا تتفق، فهناخدها.
سؤال مهم جدا وفي تركية ناخد بالنا منها. What's the difference between fermentation? Fermentation هنا بيقصد طبعا الانيروبيك ريسبريشن اللي بيحصل in absence of oxygen. في اليست بيحصل في اليست فانجس، وال fermentation او الانيروبيك ريسبريشن اللي بيحصل في الايه في ال fatigued muscle fiber. تعالوا نشوف، انا عندي هنا الفيرمنتيشن وعندي النوعين اللي بيحصل في المصل ويسبب لها فاتيج، هو الاسيدك فيرمنتيشن، واللي بيحصل في اليست بنسميه الكحوليك فيرمنتيشن. تعالوا نبص الايكويشن دي، هنا اسيدك فيرمنتيشن تمام لانه بيديني اسيد لاكتيك اسيد واتنين اي تي بي، اوكي، يبقى ده اللي بيحصل فين؟ بيحصل في المصل ويسبب لها الفاتيج او الاجهاد العضلي. نبص هنا ده الجلوكوز، اوكي، هنا بيحصل طبعا هنا anaerobic respiration بيديني اثنين الكحول، فبسمي alcoholic fermentation، وده بيحصل في اليست، بيحصل في اليست تمام، وبيديني اثنين كربون دايوكسيد واثنين اي تي بي. الفرق بين الاثنين، ركز قوي هنا، the difference هنا in the released energy from molecule of glucose، الانرجي اللي خرجت في الالكحوليك مش قد كميه الانرجي اللي خرجت من الاسيدك، بس هنا عندي 2 اي تي بي وعندي هنا اي تي بي، يا ترى في فرق؟ ايوه في فرق. لو رحنا للاي تي بي مولكيول الواحد هنلاقي الاي تي بي مولكيول الواحد ستورز انرجي من 7 ل 12 كالوري بير مول، يعني انا ممكن يكون عندي اي تي بي موجود فيه 9 كالوري بير مول، اي تي بي تاني ممكن يكون فيه 11 اي تي بي، تاني ممكن يكون 10، يعني مش كل الاي تي بي فيها مخزنه نفس الاماونت اوف انرجي. فانا هقول، ركز بقى، ان الاي تي بي دي اللي ريليزد من اليست او الالكوهوليك فيرمنتيشن هتكون فيها انرجي اكتر من الاي تي بي اللي ريليزد من الاسيدك فيرمنتيشن، مع ان انا عندي هنا مولكيول واحد بس من الجلوكوز وهنا مولكيول واحد من الجلوكوز، بس الاي تي بي هنا اكتر اللي خرجت من اليست. طب نعرف ازاي؟ لان هنا مكسرين عدد اكبر من البونز الروابط. عرفت منين؟ لان انا عندي عدد اكبر من الكربون اتمز، معناها ان انا كسرت عدد اكتر من البونز او الروابط اللي بتكون اصلا مخزنه انرجي. الانرجي بتكون موجوده فين؟ في الجلوكوز، متخزنه في البوند، ستورد في البوند، في الروابط. كسرنا بوند اكتر خرج كربون اتمز اكتر، عندي هنا 2 كربون اتمز، عندي المفروض 4 كربون اتمز في اسال الكحول و2 كربون اتم، عندي 2 مولكيولز من الكربون دايوكسيد، يعني هنا في عدد اكبر من الكربون اتمز، يبقى عدد اكبر من البونز اللي اتكسرت، وبالتالي الاي تي بي ده اللي ريليزد المفروض انه مخزن انرجي اكتر او اي تي بي اكتر. فالفرق بين الكحوليك والأسيدك هو الـ different energy released اللي متخزنة في الـ ATP molecule. أنا هاخد أول choice. What's the difference between fermentation in yeast fungus and fermentation in fatigued muscle fiber؟ يعني عايز يعرف الفرق بين الـ fermentation in yeast fungus يعني الـ alcoholic fermentation، والـ fermentation في الـ fatigued muscle يقصد هنا الـ acidic fermentation اللي بتعمل anaerobic respiration وبتطلع lactic acid. إيه الفرق بين الاتنين؟ بنقول في الـ yeast fungus أو الـ alcoholic fermentation energy أو increase the released energy amount from one molecule of glucose. يعني هنا لما كسرنا مولكيول واحد من الجلوكوز in the absence of oxygen طلع الكحولي او طلع ايثايل الكحول كربون دايوكسيد باتنين اي تي بي، بس الاتنين اي تي بي ده containing the large amount of energy بيحتوي على طاقة اكبر من الاتنين اي تي بي اللي تكونوا في حالة الاسيدك فيرمنتيشن. السبب ليه؟ لانك هنا بص للريزلتس او النتائج، هنا عندك ايثايل الكحول اللي بيتكون من 2 كربون اتم، بالتالي انت مكسر هنا عدد اكبر من البونز الروابط، فالريليست انرجي بتكون، فال2 اي تي بي ده عنده طاقه اكبر من ال2 اي تي بي اللي طلعوا من الاسيدك فيرمنتيشن. بص هنا لللاكتيك اسيد
محتوي على 3 كربون اتوم بس. بالتالي هنا انت مكسر روابط اقل والانرجي ريليزد بتكون اقل. فالاي تي بي ده يحتوي على انرجي اعلى من الاي تي بي ده اللي ريليزد بيخرج من الاسيدك فرمنتيشن. زي ما اتفقنا الاي تي بي موجود او بيحتوي على من 7 ل 12 كالوري بير مول. يعني ممكن واحد مطلوب من الاي تي بي يكون عنده 10 كالوري، ممكن اي تي بي تاني يكون عنده 7 كالوري. فبنقول ان الاي تي بي ده عنده انرجي، او الاثنين اي تي بي دول بيحتوي على انرجي اعلى من الاثنين اي تي بي اللي طلعوا من الاسيدك فرمنتيشن. تعالوا نشوف باقي الاختيارات. Releasing less amount of oxygen of sorry carbon dioxide. لا طبعا الـ fermentation بيكون carbon dioxide، لكن الأسيدك أصلا ما بيكونش carbon dioxide. Breaking down lower number of chemical bonds. لا طبعا في الألكهوليك أو في اليست فانجس مكسرين عدد أكبر من البونز، بدليل اللي طالع 2 carbon atom، هنا اللي طالع 3 carbon atom. انت مكسر هنا بوند اكتر. Fat and proteins aren't used as a source of energy. في الحالتين يعني هنا في الانارابيك بريسبريشن، سواء كان في اللاكت في الاسيدك فرمنتيشن او الالكوهوليك فرمنتيشن، بيكون السورس هو الجلوكوز. الفات والبروتينز في الحالتين في الاسيدك وفي الالكوهوليك مش بيكونوا source of energy، يعني مش بنستخدمهم ك source of energy. السورس بتاعنا الجلوكوز بس. تعالوا نشوف باقي الاختيارات علشان برضو فيها تفاصيل. طيب بيسألني بقى عايز افرق ما بين ايه. الاول قال لي اليست فانكس، في اليست فانكس releasing less amount of carbon dioxide. تعالوا نشوف، لا في اليست فانكس او الالكوهوليك فرمنتيشن بيخرج كربون دايوكسيد اصلا لسه اماونت ايه، بيخرج ما بيخرجش كربون دايوكسيد غير من الالكوهوليك فرمنتيشن او في اليست فانكس، ما بيخرجش خالص في الاسيتيك فرمنتيشن. فتشويس تاني رونج. بريكنج داون اوف ا لوور نمبر اوف كيميكال بونز، لا في اليست فانجس بيخرج عدد اكبر من الكسر، عدد اكبر من البونز، وبيكون النمبر اوف اتومز كربون اتومز اكتر، وريليزد انرجي اللي ستورد في الاي تي بي بتكون اكتر. بالتالي التشويز الثاني رونج. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، ركز بقى في التشويز الاخير ده بقى عشان في ايه فكره مهمه جدا مش عايزين نعديها. الفاتس والبروتين ار يوزد از ا سورس اوف انرجي. ايه رايكم في السؤال ده؟ انا هسالكم بقى، بيستخدموا as a source of energy؟ ايوه، بس في حاله الارابيك ريسبريشن. الانارابيك ريسبريشن لا طبعا، انا في الحالتين هستبعدهم، بس انا عايزه اتكلم معاكم فيه او اناقشكم فيه بالتفصيل، اوضح الفكره للناس اللي عايزه تفهم. هنا هنتكلم عن معلومه ممكن تكون غايبه عن كتير مننا، وهي هل الجسم ممكن يستخدم الفاتس والبروتين as a source of energy في حاله الايروبيك والانيروبيك ريسبيريشن؟ ايه رايكم في السؤال ده؟ هنا ممكن الجسم يستخدم الجلوكوز، سوري يستخدم الفاتس والبروتين as a source of energy في حاله غياب الجلوكوز، بس في حالة الأيروبيك ريسبريشن لازم يكون موجود عندنا الأكسجين. وشفنا ده في حتة الكريبس سايكل، لما شفنا إن أسيتايل جروبس مجموعات من الأسيتايل جاية من الأمينو أسيد، أو ممكن تيجي كمان من الفاتي أسيد، بس لو الجلوكوز مش موجود تمام، فهنا الجسم هيضطر غصب عنه انه ياخد اسيتايل جروب جاي من الفات او الامينو اسيد المتوفر، وندخل بقى الكريبس سايكل، وبعدين الكترون ترانسبورت اللي هو الباث واي، الطريق بتاع الايروبيك ريسبريشن المتوفر عندي اكسجين. بس هل الجسم ممكن يستخدم دول الامينو اسيد والفاتي اسيد لو الاكسجين مش موجود، يعني في حاله الانيروبيك ريسبريشن؟ لا صعب رونج. يبقى استخدام الامينو اسيد فاتي اسيد او استخدام البروتين والفاتس to obtain energy in absence of oxygen دي wrong، بس used في حالة الأيروبيك respiration. خلي بالنا قوي في النقطة من النقطة دي. يبقى الفاتس والبروتين بيستخدموا as a source of energy بس في حالة الأيروبيك respiration، الأنيروبيك respiration لأ. وبالتالي كان ينفع يحط لي choice زي ده هنا في السؤال وهو بيكلمني عن الأنيروبيك respiration، بالتالي أنا هستبعده، اخترت choice A وخلاص. في الاكسبيرمنت اللي قدامنا، اكواتيك بلانت
موجود فيه كلوروفيل لونه أخضر الحمد لله. بوتاسيوم بايكربونات وده سورس للكربون دايوكسيد، توفر عندنا الكربون دايوكسيد. السان لايت ضوء الشمس موجود، ناقص ايه؟ البلانت هيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس عادي، وبالتالي ايفولف الجاز ده هيكون الاكسجين. Which of the following statements describe the enzymes اللي موجودة في raw fruits and vegetables؟ اللي موجودة في الخضروات والفاكهة النيئة. Doesn't work inside plant؟ اللي مش هيخليها تشتغل جوه البلانت. Enzymes change their substrate؟ هل الانزيمز بتغير السبستريت؟ الانزيمز لما تدخل في الهيومن بودي المفروض الانزيمز دي specific جدا، تشتغل في البلانت وبالتالي السبستريت بتاعتها موجودة في البلانت. لو راحت الهيومن او تشتغل نفس الانزيم ده هيشتغل في الهيومن، مش هيغير السبستريت بتاعته. طيب enzymes present in them become inactive طبعا بالهيتنج and cooking، صح بالهيتنج بتزيد درجة حرارتها الانزيمز دي بتتكون من بروتين، واي بروتين ارفع درجة حرارته او سخنه بس خلاص ما ينفعش يرجع تاني، وبالتالي الانزيمز بما انها بروتين فهي هتبوظ بدرجة الحرارة لما بتزيد درجة حرارتها او بالهيتنج ومش هتشتغل تاني. Enzymes increase the activation energy، مين قال الكلام ده؟ الانزيمز بتقلل الاكتيفيشن انرجي. طب ايه هي الاكتيفيشن انرجي اصلا؟ الاكتيفيشن انرجي يعني الانرجي الطاقة اللازمة علشان يبتدي او يقوم الرياكشن او التفاعل ده. اي كيميكال رياكشن، اي بايو كيميكال رياكشن، مش كيميكال، اي بايو كيميكال رياكشن بيحصل في جسم الليفنج اورجانيزم بودي بيحتاج لطاقة علشان يبدا. الانزيمز بتقلل الاكتيفيشن انرجي دي او الطاقة دي وبالتالي بتوفر طاقة. الانزيمز بتوفر طاقة في جسم الليفنج اورجانيزم بودي بانها بتقلل decrease الاكتيفيشن انرجي. Child at a meal containing weight قمح and milk وعايز يعرف ال suitable pH value for the action of several enzymes، مجموعة بقى من الانزيمز together مع بعضها في pH واحدة هتشتغل انها تعمل digestion للميل دي اللي هي عبارة عن ايه؟ weight و milk. طيب ال weight القمح نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتين، الميلك برضو كربوهيدرات اللاكتوز والكازين الميلك، يبقى احنا دلوقتي عندنا تو سبستانسز كربوهيدرات وبروتين، عايز يعرف البي اتش اللي هتخدمهم مع بعض. ما دام في بي اتش هتهضمهم مع بعض يبقى هما لازم الاثنين يتهضموا في مكان واحد مع بعض. ايه هو المكان اللي هيهضم الكربوهيدرات والبروتين مع بعض في مكان واحد؟ ما تقولش ستومك لان الستومك البروتين بس، يبقى عندنا مين؟ السمول انتستين، تحديدا الدودنم او البارت من السمول انتستين الدودنم، هيحصل دايجكشن للسبستانس دي تمام. طبعا بارشلي بس فين بالظبط؟ في اول جزء من السمول انتستين. طيب مين اللي هيعمل ده؟ اللي هيعمل ده البنكرياتيك جوس. طب تعالوا نشوف البنكرياتيك جوس بتطلع ايه وايه هي البي اتش اللي هتساعد في هضم المادتين دول مع بعض. تمام، البنكرياس هيخرج جروب كده اوف انزيمز، مجموعه من الانزيمز مع بعضها. الانزيمز دي مش بتخرج لوحدها، بتخرج معاها ماده اسمها صوديوم بايكربونات، والصوديوم ده بيخلي البي اتش 8، اتفقنا؟ والـ pH 8 ده هو هيكون مناسب للإنزيمز اللي هي ايه؟ الترايبسين اللي بيعمل digestion للبروتين اللي كان في الويت او الميلك ويكسره البوليبيبتايد، يعني سلاسل اقصر من البروتين. والـ pH 8 ده برضو اللي هيكون مناسب لعمل انزيم اسمه الاميليز اللي هيكسر الستارج اللي موجود في الويت تمام؟ يكسروا لمالتوز، سكر مالتوز، اتفقنا؟ وبرضو بعد كده بقى هنكمل بقى بعد كده. المفروض احنا عندنا بروتين اسمه كازين، ده داي ساكرايت، بس ده هنكمل بقى ايه بعد كده في السمول انتستين في نفس البي اتش برضو. يبقى البي اتش دي اللي هي بي اتش اي دي مناسبة لعمل انزيمز اللي هتشتغل على البروتين واللي هتشتغل على الكربوهيدرات. اللي هيشتغل على البروتين الترايبسين، ومين اللي هيشتغل على الستارش اللي موجود في الويت؟ الاميليز. بس خد بالك اسمه ايه؟ اسمه بنكرياتيك اميليز لانه خارج من البنكرياس،
اتفقنا؟ هيكسر الستارش النشا اللي موجود في البيض برضو لمالتوس. طب عندنا بروتين اسمه كازين برضو هيشتغل عليه التريبسين اللي موجود في الملك. طيب عندنا اللاكتوز هيشتغل عليه اللاكتيز بس في الجزء الثاني من السمول انتستين في نفس البي اتش برضو. ما تنساش التريبسين مش بيخرج في صورة تريبسين لان ده بيهضم بروتين ممكن يهضم البنكرياس، او ما بيخرج في صورة تريبسينوجين ان اكتف ويتاكتف بالانتروكيناز يحوله لتريبسين. المهم الاجابة هتكون ايه؟ بي اتش 8. نركز كده مع بعض. study the opposite figure، الشكل اللي قدامنا طبعا بورت او تي اس من دايكوت بلانت ستم. عايز يعرف مين اللي بيمثل خلايا بنسميها undifferentiated cells او meristematic cells. يعني ايه undifferentiated؟ يعني ايه meristematic؟ يعني خلايا غير متميزة، يعني غير محددة الوظيفة. يعني ايه برضو؟ تعالى نبص كده اللي قدامنا ده، احنا عارفين ان ده الزايلم تيشو اللي بيتكون من فيزلز اوعيه كده شبه المواسير، ليها شكل معين، ما فيهاش بروتوبلازم، فاضيه، بتنقل الووتر. اوكي، ومعاها كمان تراكي، ومعاها برضو تراكيد، وبعدين بارنكيما. ده تيشو ليه شكل محدد، معروف الفانكشن بتاعته ومعروف التيشو ده شكله ايه. عندك مثلا هنا الفلويم بيتكون من منين؟ بيتكون من سيف تيوبس مع كومبانيون سيل. ليها شكل معين ما ينفعش يتغير، وليها فانكشن، وظيفه بتقوم بيها، وهي انها بتنقل ايه الرو ماتيريالز، المواد الخام والاورجانيك، ل اول بودي بارتس. تمام، احنا عارفين، يبقى عارفين الوظيفه وعارفين الشكل. اما بقى بي اللي هي الكومبانيون سيل اللي بنسميها companion cell، بنسميها meristematic cell أو undifferentiated cells، خلايا غير متميزة. ليه بقى؟ إن الخلايا دي وظيفتها إيه؟ إنها خلايا معينة كده النيوكليس بتاعتها كبيرة، وظيفتها إنها تنقسم علشان تدي secondary phloem، وتنقسم تاني divides عشان تدي إيه؟ secondary xylem. إذن هي مش نسيج لشكل معين بيقوم بوظيفة معينة، ده بينقسم علشان يعمل تجديد أو يعمل أنسجة تانية. الأنسجة دي هتقوم بوظيفة مهمة وليها شكل معين تقوم بوظيفة مهمة. فالنوع ده من التيشوز أو الأنسجة بنسميها undifferentiated، غير متميز، أو meristematic، إنشائية، بتقوم منها بتنشئ أو بتكون أنسجة. الأنسجة دي هتقوم ليها وظيفة معينة. طيب الأنسجة دي هتقوم بوظيفة مهمة، لكن هل الميرستماتيك سيلز دي لها بتقوم بوظيفة معينة؟ لا، دي وظيفتها انها تجدد او تنشئ انسجة تانية زي الزايلم والفلوم، هتقوم بوظيفة معينة وفانكشن معينة وبيكون لها شكل معين. اذا التيشوز او الانسجة اللي بنسميها ميرستماتيك او بنسميها undifferentiated، غير متميزة، او بالعربي بنقول عليها انشائية، وظيفتها انها تنشئ او تكون انسجة تانية. الانسجة دي ليها شكل معين وتقوم بوظائف تانية معينة. ده زي مين؟ بي اللي هي مين؟ الكامبيوم او الكامبيوم تيشو، او اللي بنقول عليه برضو ميرستماتيك تيشو او undifferentiated cells. From which are the walls, gudron, of blood vessels, أوعية دموية, and that spread among the cells. إيه هي الـ blood vessels اللي بتنتشر حوالين الخلايا؟ Of liver, أو أي organ تاني مش شرط الليفر، هي الـ blood capillaries. يبقى هنا بيسألك عن جدران الـ blood capillaries أو الشعيرات الدموية، لأن هي الـ blood vessels اللي بتنتشر حوالين الخلايا. بتكون الجدران رقيقة جدا، بتتكون من one layer، طبقة واحدة بس من الخلايا، اسمها epithelial layer. طب one layer، طبقة واحدة بس، ليه؟ علشان تسهل ال exchange، تبادل. ال blood vessels دي بتدي للخلايا الأكسجين والنيوترينز، وبتاخد منها الكربون دايكسيد والجازز. علشان ال exchange، التبادل ده بيكون سريع، لازم ال blood capillaries، الشعيرات الدموية دي، بتتكون من طبقة واحدة بس من ال epithelial layer.
سؤال مهم وليه كذا فكرة على فكرة بتيجي في الامتحان. Diagraph describes organic compounds that are formed during cellular respiration inside the cytoplasm of living organisms. خد بالك in case of deficiency of oxygen, oxygen مش موجود, فده هيوديك على طول في حتة anaerobic respiration اللي بيكون عندك في حتتين, في الالكحوليك فرمنتيشن والاسيدك فرمنتيشن. خلاص يبقى انت تبص في الحته دي, لما يقول لك ديفيشنسي اوف اوكسجين يبقى انيروبيك. مين الليفنج اورجانيزم اللي بيعمل التايب ده من الريسبريشن؟ انا هبص على الجراف وافهمه. هلاقي هنا التايم الوقت, وهنا بقى النمبر اوف كربون اتمز, عدد الكربون اتمز 6, يبقى ده الجلوكوز ومكمل ل 6. فجأة بس حصل ريدكشن, اختزال لل 6 كربون اتمز وبقى عبارة عن ايه؟ 3 كربون اتمز, 3 كربون اتمز, 3 كربون اتمز. يبقى هما دول مين؟ اكيد واحد فيهم هنا البايرافيك, واكيد الايه التانيين الباقيين دول هيكونوا اللاكتيك اسيد, ما فيش غيرهم. مين عندي 3 كربون اتمز؟ البايرافيك, بعدين اللاكتيك اسيد على طول. على طول هنبقى احنا فين؟ في حته الاسيتك فيرمنتيشن. الاسيتك فيرمنتيشن بيحصل فين؟ بيحصل في الماسكولار سيل, وبيحصل في البكتيريا, فانا هختار البكتيريا. الليست فانجس لا, لان في الليست فانجس بيتكون 2 كربون اتمز, هنا 3 اخر حاجه عندي فمش هاخدها, وعندي كمان كربون اتم واحده بتاعت الكربون دايوكسيد. المهم ده مش اسيد, مش الكحوليك فرمنتيشن, ده اسيتك فرمنتيشن, يعني ليست فانجس رونج. وهوريك شكل تاني للسؤال دلوقتي خاص بالليست فانجس. هنا بقى بيقول لك باراميسيوم واميبا ما بيعملوش انارابيك ريسبريشن, دول عايشين على ايروبيك ريسبريشن لان هم بيعيشوا في الميه, وبتتنقل الاكسجين او الغازز عموما اللي دايبه في الميه بالديفيوجن من الميه اللي داخل الجسم من خلال السيل ميمبرين بتاعهم. هنا اخترنا البكتيريا. تعالوا بقى نشوف شكل تاني للسؤال. هنا شكل تاني للسؤال, شايفين بقى هنا الجراف نمبر اوف كربون اتمز والتايم. ماشي 6 كربون اتمز لغايه هنا كده الجلوكوز ماشي. بص بقى هنا 3 كربون اتمز, 3 كربون اتمز دول مين؟ يعني 2 كومباوندز بيتكونوا من 3 كربون اتمز, ده بايرافيك اسيد. اوكي بعد كده عندنا ايه؟ يعني مولوكيول بيتكون من 2 كربون اتم, ده مين؟ ده الايثايل الكحول. خلاص بعدين عندنا مولوكيول بيتكون من كربون اتم واحده, يبقى ده مين؟ يبقى ده الكربون دايوكسيد. تمام, هنا مش بنتكلم في الفالنس, هنا النمبر اوف كربون اتمز اللي موجوده في الكومباوندز في المركبات. يعني انا عندي هنا 2 دي معناها كومباوند بيتكون من 2 كربون اتم فقلت ايثايل الكحول, 1 دي معناها كومباوند بيتكون من 1 كربون اتم فقلت هنا الكربون دايوكسيد. يبقى الرياكشن ده بيحصل فين؟ وبرده بيقول لك ان كيس اوف ديفيشنسي اوف اوكسجين يبقى ده انيروبيك ريسبيريشن, وبيحصل في اليست فانجس. وجيب لي برده نفس الاختيارات براميسيوم واليوجلينا, زي ما قلنا بيعملوا ايروبيك ما بيعملوش انيروبيك دول. Which body organ can form and destroy two types of blood components? تعالى نفتكر الـ blood components تحديدا الـ red blood cells كانت بتتكون فين؟ بتتكون في البون مارو. طيب الـ old red blood cells اللي خلاص خلصت عمرها بقى عندها 4 شهور ومفروض يحصل لها damage, بيحصل لها destroyed فين؟ في البون مارو والليفر والسبلين. خلي بالكم على السبلين ده, ركزوا فيه قوي. يبقى السبلين بيعمل destroying للريد بلاد سيل, يبقى السبلين بيعمل destroying للريد بلاد سيل. طيب الوايت بلاد سيلز بتتكون في البون مارو والسبلين والليمفاتيك سيستم, يبقى السبلين بيكون وايت بلاد سيلز. يبقى كده السبلين بيعمل دامج للاولد ريد بلاد سيل وبيكون red white blood cells, يبقى كده بيعمل destroying و formation ل two types من the blood components, the spleen. وال spleen organ مهم جدا في lymphatic system. الجراف هنا describes بيوصف evolved oxygen gas, كمية الأكسجين اللي خارجة من البلانت during daylight hours. طبعا هيكون متاح إن البلانت يعمل photosynthesis process.
العلاقة هنا بقى ما بين ايه؟ ما بين ال daylight hours، يعني العلاقة ما بين شدة الضوء، ساعات النهار اللي بيكون فيها الضوء شديد. كل ما زاد عدد الساعات دي او تحديدا زاد شدة الضوء، هيكون متاح ان البلانت يعمل photosynthesis process، وبالتالي هتزيد ال amount of evolved oxygen gas. العلاقة هنا هتكون directory relationship. ناخد بالنا هنا بقى، لو كتب لي ال day hours، ساعات النهار، او ال day hours مثلا اللي هي يقصد او ال 24 ساعة او ساعات النهار، هنا انا ممكن اختار الجراف ده، تمام؟ لكن هنا هو محدد، هنا بيقول لي بيكلمني عن ال day light، يعني الساعات اللي بيكون فيها ضوء النهار شديد، او اللي بتشتد فيها كمية الضوء، يعني عايز يكلمني هنا عن كمية الضوء او العلاقة ما بين كمية الضوء وال amount of oxygen، واخترنا direct relationship. لكن لو كلمني عن ساعات النهار او ال day time 24 ساعة، هنا انا ممكن اختار الجراف ده، لان في البداية بتكون الضوء قليل، فبيبتدي البلانت هنا يعمل يزيد photosynthesis process rate تدريجيا، فيزيد معاه الاكسجين جاز اللي خارج طبعا. عند 12 الظهر بيزيد جدا جدا تدريجيا، لما بيقل الضوء بيقل الريت اوف photosynthesis process وبيقل الاكسجين الجاز. امتى اختار انا الجراف ده؟ لما ما يكونش محدد ويكلمني عن الدي اورز، ساعات النهار خلال 24 ساعه، لكن هنا محدد ان علاقة ما بين شدة الضوء، فباخد الجراف ده. ناخد بالنا من النقطة دي قوي. طيب هنا بيقول الجراف some of photosynthesis process product، نواتج الفوتوسينثيسيس process، وبيسألك ايه اللي بيحصل في الستيج دي. طب ما نفهم اصلا الستيج دي بتاعت ايه، او في اي حتة في الفوتوسينثيسيس process احنا شايفين ايه؟ شايفين النمبر of ATP molecules اكتر من ال ADP. يعني معناها في ال stage دي او المرحلة دي ال plant بيستخدم ADP عشان يكون ATP. ما عندك ال ADP هنا قليل وال ATP اكتر، يبقى هنا دي المرحلة اللي فيها ال plant بيستخدم ال ADP و phosphorus عشان يخزن energy ويكون ATP molecules، فيقل ال ADP ويزيد ال ATP. دي في أي مرحلة؟ دي في ال light reaction. مو بيسألك تعال نشوف ال light reaction بيحصل ايه. هل بيتكون H2O molecules؟ انت شايف انه بيتكون H2O molecules؟ لا، the light اللي absorbed by chlorophyll، بعدين الكلوروفيل بقى اكتف، الكلوروفيل بقى ايه بياخد الـ بيخرج الانرجي دي تاني ويستخدمها في انه يعمل سبليتنج لل H2O، مش بيكون H2O، وطبعا بقى الانرجي بتتخزن في ATP. بيقولك هنا oxidation of NAD BH2، هل هنا حصل oxidation لل NAD BH2؟ لا، هنا حصل حاجة اسمها reduction لل NAD B. ما خد بالك حتة الـ reduction والـ oxidation، معنى ان الـ coenzyme NAD B ده يتحد مع الهيدروجين، الـ process دي اسمها reduction. الكربون دايكسيد يتحد او combine مع الهيدروجين دي اسمها ايه؟ reduction. يبقى اي compound لما يتحد مع الهيدروجين ده اسمه reduction. انت شايف هنا حصل ايه؟ انا شايفه هنا ان coenzyme NAD B combines مع الهيدروجين، يبقى ده اسمه reduction. يبقى اللي حصل هنا reduction مش oxidation. طيب releasing of oxygen gas، انا شايف حصل releasing of oxygen gas، تمام، حصل releasing of oxygen gas. اما ايه فايدة ال NAD B هنا؟ ما هو فايدة ال NAD B هنا انه لما بعد ما بيحصل splitting لل H2O، ال NAD B ده هو بيمسك في الهيدروجين علشان الاكسجين evolve و plant يتخلص منه يخرجه. وإلا لو كان ال NAD B ده مش موجود، كان الهيدروجين هيرجع يتحد تاني مع الاكسجين وترجع تاني تتكون الوتر. فهمنا؟ طيب بيقولك هنا reduction of carbon dioxide، انت شايف هنا carbon dioxide، احنا دلوقتي في right reaction، ده light reaction، شايفين الكربون dioxide؟ لا، مش شايفين الكربون dioxide خالص. الكربون dioxide او reduction مع الكربون dioxide ده بيحصل في dark reaction. The presence of oxygen gas after performing a running race the body works on. طيب خلينا نركز كويس قوي في حاجة، وهي يعني ايه performing running race؟
يعني الشخص ده عمل سباق، يعني كان بيجري والعضلة بتعمل contraction relaxation aerobic respiration، وفي نهاية السباق لازم العضلة تعمل anaerobic respiration، يعني في نهاية السباق بيكون الأكسجين كله consumed، وابتدت العضلة إنها تعمل anaerobic respiration، يعني ال pyruvic acid اللي resulted من الجلايكوليسيس يحصل له reduction lactic acid، والعضلات تحس بإجهاد أو muscular fatigue. مش ده اللي بيحصل في نهاية أي سباق؟ في نهاية أي سباق، أي حد داخل سباق في النهاية عضلات رجليه بتوجعه وبيحصل fatigue أو إجهاد عضلي بسبب تكون اللاكتيك أسيد، يعني العضلة عملت anaerobic respiration وكونت اللاكتيك أسيد في نهاية السباق. بيقول هنا presence of oxygen، يعني في نهاية السباق بقى اتوفر الأكسجين، هنا العضلة هترجع تعمل aerobic respiration، يعني بعد ما تكون اللاكتيك أسيد وتوفر الأكسجين والعضلة ارتاحت، اللاكتيك أسيد هيرجع للبايروفيك أسيد. طب يرجع دي اسمها إيه؟ اسمها oxidation، يعني اللاكتيك أسيد هيعمل oxidation ويرجع للبايروفيك أسيد، يعني بنقول oxidation أو oxidizing للاكتيك. نعمل ستريس تاني على الجزء ده لأنه مش مفهوم وغايب عن ناس كتير قوي. طيب في حالة absence of oxygen، يعني المصل هتعمل anaerobic respiration، فالبيروفيك أسيد اللي طلع من الجلايكوليزيس هيحصل له reduction، يتحول للاكتيك أسيد. reduction يعني إيه؟ يعني البيروفيك أسيد هيتحد مع الهيدروجين مولكيول فيكون لاكتيك أسيد. طيب هجيب الهيدروجين مولكيولز منين؟ من هنا الكوإنزيم الناد H هيتحول لـ 2 ناد بوزيتيف، يعني اتخذت منه 2 هيدروجين اتومز. مين اللي اخذهم؟ البايروفيك. معنى كده البايروفيك حصل له ايه؟ ريدكشن، وتحول للاكتيك اسيد. ده في حاله ابسنس اوف اكسجين او anaerobic respiration. طيب العضله ارتاحت وتوفر اكسجين، اللي ممكن يحصل؟ هيرجع تاني اللاكتيك اسيد لبايروفيك اسيد. يرجع تاني دي معناها ايه؟ ان اللاكتيك اسيد يحصل له اوكسيديشن، يعني هيرجع تاني الهيدروجين مولكيولز اللي اخدهم للكوانزيم، وبنقول هنا ان اللاكتيك اسيد حصل له اوكسيديشن لبايروفيك اسيد. Which of the following plant leaves produces a greater amount of oxygen؟ اكيد البلانت اللي عنده اكبر كميه من الكلوروفيل، وبالتالي هنا معدل rate of photosynthesis process هيزيد. كل دي عوامل بتزود rate of photosynthesis process، كمية أكبر من الكلوروفيل، توفر كمية أكبر من الكربون دايوكسيد، شدة الضوء density of light، كل دي عوامل بتزود rate of photosynthesis process وبالتالي يزيد rate of evolved oxygen gas. الالفيولوس أو الالفيولاي الأكياس الهوائية اللي موجودة في two lungs اللي زي ما احنا شايفين طبعا surrounding بيحيط بيها blood capillaries شعيرات دموية. طيب فين بالظبط تحديدا؟ احنا عندنا كده الاير بيدخل من هنا trachea، بعدين بيتفرع عندنا two bronchi bronchus و bronchus، وكل bronchus فيها تفرعات كتير اسمها bronchioles. تمام البرونكيولز دي البرونكيولز، البرونكيولز دي بتنتهي بأكياس هوائية، أكياس هوائية دي اسمها الفيولاي. طيب هي سراوندنج بالبلاد كابلاريز والممبرين بتاعها رقيق جدا، والبلاد كابلاريز كمان بيحصل جازز اكسجينج. طيب نمشي كده نبص للسهم، الالفيولاي بتدخل للبلاد كابلاريز ايه؟ الاكسجين اللي جايبها من فوق، يبقى هقول من الالفيولايز البلاد كابلاريز اكس هو الاكسجين جاز. حلو قوي، الالفيولاي بتاخد ايه من البلاد كابلاريز علشان تخرجه بره الجسم؟ الكربون دايوكسيد اوكي والووتر فيبر. هنا يبقى تشويز بي، يبقى بالترتيب كده اكس اند واي، اكس من الالفيولاي للبلاد كابلاريز هي الاكسجين، وواي بالترتيب بقى من الالفيولاي للاير لبره بتطلع ايه؟ بتطلع الكربون دايوكسيد. أه
What is the similarity between glycolysis and the Krebs cycle؟ في تشابه بين الاثنين؟ اه طبعا في تشابه. هنلاحظ ان الجلايكوليسيس البروسيس دي علشان تحصل مش محتاجه اكسجين خالص، وبالتالي هي بتحصل في الايروبيك والانيروبيك ريسبريشن علشان يبتدي ان الجلوكوز يتحول لجلوكوز 6 فوسفات لحد ما نوصل للبارافيك اسيد، هنا مش بنكون محتاجين الاكسجين. طيب الكريبس سايكل بقى، خد بالك الكريبس سايكل انا بكلمك هنا عن السايكل اللي بتبتدي من الستريك اسيد وبتنتهي من الستريك اسيد، وبيكون على فكره بالمناسبه اسمها ستريك سايكل برضو. برضو البروسيس دي مش بتحتاج الاكسجين. امال الاكسجين محتاجينه في ايه يا اخوانا؟ احنا مش قلنا هنا لو توفر الاكسجين يبقى البارافيك اسيد هياخد الباث او الطريق بتاع الايروبيك ريسبريشن؟ البروسيس حضرتك احنا محتاجينه في الحته دي، في الحته دي اللي فيها هنا البايرافيك اسيد علشان يدخل الميتوكوندريا وياخد الباث واي بتاع الايروبيك ريسبريشن ويتحول لاستايل جروب، احنا محتاجين الاكسجين في الحته دي بس. يبقى الاكسجين هنا اللي هيدخل لنا البايرافيك اسيد الميتوكوندريا لحد ما نوصل للاستايل جروب، بعدين تحول بقى لستريك اسيد او بدايه الستريك سايكل اللي بتبتدي من الستريك اسيد وبتنتهي من الستريك سايكل، هنا برضو مش بنكون محتاجين الاكسجين. اما الاكسده هنا بتحصل ازاي؟ بتحصل باي لوزنج الكترونز، يعني ستريك اسيد يتحول كيتو كلوتارك هنا بيفقد الكترونز يستقبلها الناد فيتحول لناد اتش. يبقى احنا في الحالتين مش محتاجين اكسجين، الجلايكوليسيس والستريك سايكل اللي هي دي الستريك سايكل دي مش محتاجين فيها اكسجين. اوكي طيب التشابه الثاني السيميلاريتي الثاني هو producing ATP molecules. حلو كده، ما احنا هنا ATP تمام، و بنشوف برضو هنا ATP molecules في production، هنا برضو واحد ATP هنا اتنين ATP، بس ده برضو similarity. وجود الكو انزيمز اللي هتستقبل الالكترونز اللي موجودة على الهيدروجين وقت الاكسيديشن، يعني مثلا علشان الجيتوكلوتارك يتحول لساكسينيك اسيد تمام، المفروض هنا بتخرج الكترونز، بتتكسر بوند بتخرج الكترونز، فين الالكترونز؟ موجوده على الهيدروجين، فين استقبلها الناد بوزيتيف اهو وتحول لناد اتش. ناد اتش ده الهيدروجين ده اللي على ناد اتش هو اللي عليه الالكترونز اللي فقدها الجيتوكلوتارك during oxidation. هنا نفس الكلام، لما الفوسفوجليسرالدهايد اتحول بيرافيك اسيد فقد الكترونز، هي فين؟ موجوده على الهيدروجين اللي استقبلها الكو انزيم ناد بوزيتيف وتحول لناد اتش. يبقى هي دي ال 3 similarities اللي بين الجلايكوليسيس والكريبس سايكل. difference between epidermis في الروت والستم. طيب نمسك الاول الروت، عايز اوضح حاجه، هو قال لي الروت بس ما قاليش الروت هير. على فكره هي الروت هير عباره عن ايه؟ الروت هير عباره عن خليه تمام، سيل عاديه موجوده في طبقه الابيدرمس بتاعه الروت، حصلها اكستنشن تولد بس شويه. فسواء كان بيكلمني عن الروت هير الابيدرمس بتاعه الروت هير او الابيدرمس بتاعه الروت، طبقة الإبيدرمس بتاعت الروت، يبقى هيقصد الروت هير، لأن الروت هير أصلا عبارة عن خلية من خلايا الإبيدرمس حصل لها extension تولد. ما علينا، مالها؟ characterized by absence of keratin، طبعا مش موجود فيها الكيوتن، لأن الكيوتن دي مادة احنا درسنا انها impermeable of water، مش بتعدي المية. ولو كانت الروت هير او الروت عموما covered بالكيوتن يبقى هيكون خلاص صعب او difficult او can't pass الوتر، مش هيحصل absorption للوتر ده فيها المينرالز. فالإبيدرمس اللي في الروت characterized by absence of keratin، سواء قال لك الروت هير او الروت of epidermis هيها. طيب ده نروح للستيم بقى، سواء برضو قالي الستيم او الليف characterized by presence of كيوتن، لازم يكونوا متغطين بطبقة الكيوتن، لان الكيوتن دي زي ما قلنا impermeable of water، غير منفذة للمية، وبالتالي بتحافظ على المية اللي موجودة في البلانت او من انها تفقد او prevent loss of water. يبقى الكيوتن هنا في سواء الستيم او الليف، لو قال لي ستيم او الليف الكيوتن مهم
فايه انه ايه prevent loss of water، بيحافظ على الميه من انها تفقد by transpiration بالتبخر، بيحافظ على كميه الميه الموجوده في البلانت. لكن هنا ما ينفعش يكون هنا في كيوتن في الروت هير، والا الكيوتن ده prevent passing of water او preventing prevent absorption of water، يمنع امتصاص الميه. يبقى هو ده الفرق في الكيوتن. سؤال فكرته حلوة جدا. الجراف اللي قدامنا بيوضح the change in blood pressure في left atrium والleft ventricle، يعني في two chambers دول هنا left atrium والleft ventricle، هنشتغل في الجنب ده. بيقول لك during heart beats determine حدد the time at which the mitral valve opens. المترال فالف اللي هو ده حضرتك، ده المترال فالف اللي هو بنسميه البايكاسبيت، اسمه مترال فالف برضو. خلاص، امتى يكون مفتوح؟ طيب احنا ممكن نسأل سؤال تاني، هو امتى يكون مقفول؟ يكون مقفول اثناء عملية الامتلاء، يعني البلاط وهو بيدخل 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 كده جاي هنا من البولموناري فين، فالمفروض يكون مقفول. طيب اتملى خلاص، الليفت اتريوم اتملى بالبلاط، والبلاط بريشر في الليفت اتريوم بقى على اخره، ايه اللي المفروض يحصل بعد كده؟ المفروض يحصل ان يفتح بقى المترال علشان البلد ينزل من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل من فوق لتحت. يبقى امتى بتبدا عمليه الفتح؟ امتى يفتح؟ لما يكون الليفت اتريوم، الليفت اتريوم اللي هو الخط الازرق ده، بيكون الضغط على الاخر، يعني اتملى على الاخر، ودي هتكون اعلى بلد بريشر بالنسبه للليفت اتريوم، اتملى خلاص بالبلد. طيب يبتدي بقى يفتح، بعد كده تبدأ عملية بقى التفريغ، ينزل بقى البلاط من الليفت اتريوم من الليفت فنتريكل، وهو الميترال فالف فاتح اهو. طيب كلموني بقى في الوقت ده عن الليفت فنتريكل. هنا بقى الليفت فنتريكل بيكون اقل بلاط بريشر، اللي هو الليفت فنتريكل اقل بلاط بريشر، هو الخط الاصفر ده اقل بلاط بريشر، اللي هو برضو بيكون عند ايه البوينت ال. ليه بيكون اقل بلاط بريشر؟ لانه خلاص بيكون فرغ كل البلاط اللي عنده في الاورطة، وبيكون خلاص فاضى خلاص من البلد. في نفس النقطة دي يبتدي بيفتح برضو، بيبدأ يفتح الميترال فالف علشان تبدأ عملية تفريغ البلد من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل. فالبوينت ال هي البوينت اللي بيفتح فيها الميترال فالف، اللي بيكون الليفت اتريوم مملي بالبلد على اخره، وفي نفس الوقت بيكون الليفت فنتريكل اقل بلاد بريشر، لانه بيكون خلاص فرغ البلاد بتاعه وعايز بقى بلاد تاني، فهينزل له من فوق. فالبوينت دي بيكون اعلى بلاد بريشر بالنسبه للاتريوم، واقل بلاد بريشر بالنسبه للفنتريكل، اللي هي البوينت اللي بيفتح فيها الميترال فالف. فينزل بقى البلاد من الليفت اتريوم المليان على اخره للليفت فنتريكل اللي بيكون فيه اقل كميه بلاد، وبيكون خلاص في حاله ريلاكسيشن ارتخاء وعايز بلاد تاني. فالبوينت اللي هي اقل بلاد بريشر للليفت فنتريكل اللي بيكون فاضى خلاص من البلاد وعايز يجيله بلاد من فوق، واعلى بلاد بريشر للليفت فنتريكل اللي بيكون مملي بالبلاد وعايز يفرغ البلاد من فوق لتحت. اوكي، يبقى هي بنقول النقطه ال. وفي نفس الوقت انا ممكن اطبق الكلام ده برضو على الناحيه التانيه، مع البروسيس دي برضه بتتزامن مع الناحية التانية، يعني في الوقت اللي بيفتح فيه الميترال فالف برضه بيفتح فيه التراي كاسبت، تبدأ عملية التفريغ، ينزل البلد من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل، فبيكون برضه الرايت فنتريكل الرايت اتريوم أعلى بلد بريشر والرايت فنتريكل أقل بلد بريشر. يا رب نكون فهمناها. Explain the entrance of oxygen or air in the stem of herbaceous plant is different from woody stem. Herbaceous plant النباتات العشبية زي الملخية الجرجير ازاي بيدخل الاكسجين او الغازات عموما؟ بتدخل من الاستوماتا الاير تشامبر، بعدين الانترسيلولار سبيسز في التشوز والانسجة، بعدين كده بتوصل للاجزاء الداخلية للبلانت. أما بالنسبة للودي ستيم الشجر الضخم ده، الشجر ده بنقول عليه وودي ستيم، إزاي بتدخل الجازز من اللينتيكلز أو العدسات؟ The role of enzymes is restricted on the digestion of food substances only.
هل دور الانزيمز مسؤول بس او مقتصر على الهضم بس في جسمنا، ملهاش دور تاني؟ هنشوف. بنقول لا طبعا، لان مش كل الانزيمز بتعمل دايجستشن او هضم. في الانتروكاينيز انزيم، بيعمل ايه الانتروكاينيز؟ بيعمل اكتيفيشن البيبسينوجين، يعني البيبسينوجين بيخرج في صوره ان اكتيف، ما يقدرش يعمل دايجستشن. by the help of انتروكاينيز بيتحول الترابسونجين لترابسين من الانكتيف فورم لل The opposite figure illustrates the changes التغيرات in the number of ADP molecules in the cell over time. It, the mentioned cell is inactive, is in an active state or not. بيسألك المسل دي أو السل نشطة ولا لأ. من خلال الجراف بنلاحظ إن الـ ADP molecules increases as time pass، مع مرور الوقت بتزيد مركبات الـ ADP. ده معناه إيه؟ معناه إن الـ ATP بيحصل له breaking down، تكسير، وبتتكسر الـ bonds دي، وبتخرج energy المسل أو السل بتستهلكها، و ده بينتج عنه أو releasing ADP molecules و phosphate group. ده معناه إن العضلة هنا أو المصل بتستهلك ATP molecules كتير. As a result أو من الناحية التانية، ال ADP molecules بيزيد. يبقى لما يزيد تركيز ال ADP molecules، ده معناه إن في ATP بيستهلك. فبنقول طبعا هنا إن السل أو المصل in an active form.